لا انا وقتها كان عمري 14 13 سنه وانا حاسس انه انا في شيء مختلف. انا كنت اكره حالي وكنت ما اشوف حدا بيشبهني. كيف كنت تكره حالك؟ ليه؟ كنت اكره حالي لانه انا المجتمع بيقول لك انه ممنوع تكون جاي، ممنوع تكون جاي. وبمحلات معينه انا اذا بطلع جاي بقتل حالي. انا لحد وعن جد هيدا كان الواقع، انه انا عندي بالستاند اب تاعي بحكي عن الموضوع، كنت قص الجاتو اقول بديش كون جاي. اوكي ليه؟ لانه المجتمع ما بيتقبلني. انا كان معاناتي كان البكا، كنت ابكي وبانيك اتاك وكل هول الامور، واحكي مع الله واعمل والله العظيم ما في شيء. قل له يا رب بديش كون جاي، اذا انت عندك القدره ليش بدك تعملنا جاي؟ وليش بدي حارب حالي؟ وليش الله بده يخلقك جاي تتحارب حالك؟ ليه؟ ويجي يقول لك انه انت سيء. ولا تعالج تروح عند حكيم. انا عامله ثيرابي اصلا، وعامله ثيرابي وبتروح رفيق يعني اكبر جاي بالدنيا كلها، راح عمل فحوصات عادي، فحوصات الهرمونال نفس الشيء. هيدي كذبه، ما حدا يقول لي راي ما راي، في بيولوجي في ساينس، ما في خلل هرموني. يعني يتعلموا الناس، هي ثقافه، هي علم. يعني بقول انه المثليه هي مرض بيتعالج، منه مرض بيتعالج. اجيني حدا تعالج بعطيه اللي بده اياه. انا ضليت لل 19 عم حارب هالشيء وعملت ثيرابي. شو عملتي؟ ثيرابي، عم بعمل كنت ثيرابي. اوكي. وانه جربت تفوتي بعلاقه مع رجل، علاقه؟ اكيد مظبوط. ما بيعجبني خيي، ما بيعجبني. انا بفوت شوف مره بقول الله اكبر. شوف رجل. اوكي؟ بس شوف رجل. شوف رجال بقول اهلين، عرفت؟ هيدي هي. بس عن جد انا انا ولا مره حسيت بدي بوس رجال. أوف. عرفت؟ يعني مثلا انا بتطلع فيك، طالع انت بالطقم قمر وكل هولي وعيونك وكل هولي. انا لإلي يعني انه ايه خلص وخلصت، يعني كانه شفت لون حلو. برأيك هلا اليوم 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 المجتمع اللي عم يحضرنا اليوم، المجتمع اللي عم يحضرنا اليوم رح يتقبل هيدا الحكي اللي عم تقوله؟ انا بمرحله ما بهمني حدا يتقبلني، انا تقبلت حالي. انت اليوم نجمه، انت اليوم نجمه. اذا ما تقبلني انا اليوم مش حارجع على البيت وحبها لصاحبتي؟ اذا هيدا المجتمع اليوم اللي قاعدين بالبيت عم يطلعوا فيه عم بيقولوا تفه شو مقرفه وشو بلا اخلاق، وصلنا للحضيض، وهيدا مش لبنان، وهيدا مش الدول العربيه، ومش قيمنا ومش اخلاقنا، حيقولوا كل هول القصص. انا حارجع على البيت حاطلع على صاحبتي اللي بحبها وحاطلع فيها، واذا زعلانه حاعبطها، واذا مبسوطين حنبوس بعض نحضر فيلم ناكل. هذا اللي حيصير، ما حيتغير، ما حيتغير. هن حينسم بدنا على الفاضي، انا حكون رواق. الا لما يجي نهار يحللوا دم يقولوا بدنا نقتلك. هيدي نقطه. ثاني شيء نقطه على اللي قلته رودولف، اذا بنلاحظ نحن من بالهيستوري الحق المثليين تطور وصار افضل بشوي، بعده لهلا مأخر بس بقى صار افضل، وصارت الناس اكثر تعلن عن نفسها. وبهالباراليل يعني اذا نحن عم نجي نقول بتدمر العائله، بهالشيء الباراليل انت البوبوليشن عدد النسمات بالعالم عم تكبر باكثر من طاقه الارض. يعني هودي اللوات اللي موجودين مش عم ياذوا العيال، مش عم ياذوا العيال. بيقولوا لك هيدي مؤامره صهيونيه امريكانيه. صحيح. اوكي طب الامريكاني بده ياذي حاله؟ ماسونيه هيدا. بس الامريكاني بده ياذي حاله؟ يعني الامريكاني ايه، بس الامريكاني هو وقتها بيجي بيسمح للوت بيقول انه للامريكان بدناش تجيبوا بقى اولاد، مع انه مشكلتهم انه ما بجيبوا اولاد. عرفت كيف؟ يعني هو منه اوتو ديستركتيف. انا اليوم انا وقتها انا عم بدك تصير لبنان مثل امريكا؟ يصير في اعتراف علني أمريكا... وفي زواج علني، تبني للاطفال؟ ما بآمن بالجواز، بس انه التبني انا على بالي اولاد. صوره طبيعيه انه هيدي... في ولد عم بيربى بين ام وام؟ ايه صوره طبيعيه ولد يربى مع بس بي او مع بس ام، ما عادي موجودين. اليوم في اولاد بقلب عائله اهلهم زفت. اهلهم زفت. سو هل هن مؤهلين يكونوا اهل؟ من المؤهلين يكونوا اهل؟ فليه بنسمح لهم يكون اهل بس لانه عنده سبيرم وعنده نشأة؟ هي نشأة مضبوطة انه يكون ولد عم بيربى بين بي وبي او ام وام؟ بس هي تفسير. انا لانه ما بشوف انا بشوف انه الولد بيربى مع المحيط. يعني المحيط كله، يعني انا اليوم اذا اختي جابت ولد او خيي جاب ولد او هولي هدول انا حكون جزء من هالعائله. هذا جزء من هذا. اهلك تقبلوا الموضوع؟ بتقبلوا انه انت اليوم تطلع على الهواء بتعلني انا هيك 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 واخر همي؟ بعد فتره يعني وصلنا لهالمرحله اللي صرنا بالعكس، يعني امي بالعكس بيجوا ناس بيقولوا لها انه بيجوا لها انه بدي اقول لامي كيف بدي اقول لها ما بعرف كيف بدي اقول لها، او بتجي الام بدها انه بتجي مثلا خي حدا جاي انه امه عرفت وما عم تحكي بتقلها شو لازم تعمل، وانه بتساعدهم بهالموضوع. خليني اقولها بس للناس اللي عم تحضر، اليوم انت تيجي تقول تفه ونياء وبدنا نحرقهم ولازم وشو ما كان، ما بدنا نحرقهم غلط كل هولي، انتوا عم تعملوا شيء واحد مع اولادكم، انتوا عم تخلوا اولادكم يكرهوا حالهم زياده وما يقولوا لكم الحقيقه. ها هي ما عم تعملوا، ما عم تغيروا للولد، الولد حيكره حاله، حيكره حاله. شوف قد ايه كميه الناس المثليين عندها مشاكل نفسيه لانه بتكره نفسها، لانه المجتمع بيكرهها، لانه بيشمئز منها. سو انت ما حتغير شيء وقتها تقول قدام اولادك تفه، انت حتخليهم يكرهوا حالهم وحيخليهم يكذبوا عليك. شو خص يقول لك معي؟
يعني شو لك مع مين بحب؟ يعني انت ما ب... انا اليوم ما بجي بقول من اي حق الناس تتدخل بالخاص. اذا في اذا الخاص فيه اذى بحق له المجتمع يتدخل. اذا انت عم تاذي حدا انا بحب مش عم باذي حدا. في مره واعي قدامي راشده ايه بيتك ما عم تاذي حدا بيتنا... لا ولا حتى بالمجتمع بس تنزل على الطريق كيف عم تحمل علم وبتكون تفوتون بالمنهج ومظاهرات وبدنا حقوق وبدنا نتجوز ونحن حتى نتجوز مدنا اول شيء حتى نرجع انا يعني... ما بدي اتجوز يعني ستيب باي ستيب يعني انا قصدي اقول اكيد نحن كلنا مع كل مع حقوق كل الناس بس ستيب باي ستيب يعني وحده وحده مش حتى نبلش بالزواج المدني بلبنان انا بدي اعيش ببلد انا ماني عايز ابرر وجودي يعني وما بدي ابرر ليش انا هلا حابه انا هلا بس انت بمجتمع ما بيقبل وانت تحديدا يعني انت تحديدا بمجتمع ما من هيك بالضبط عم نحكي بيقولوا لك ليه بدك تقولي انك جاي لانه المجتمع عم يقمعني عم يجي يقول انا ما لازم اكون موجوده بس ليه ما بنلاقي بلد تاني؟ ليه ما بتلاقوا بلد لانه انا ما بدي اروح على بلد تاني وين بدي اروح على امريكا؟ لا بدي اروح يوروب ما بدي خيي ما بدي انا بحب هالبلد بكل يعني انا عم جرب غير هالبلد ليش بدي اروح على مكان تاني هونيك الظلم مختلف يعني اليوم بيحكوك هن بالحقوق هن حقوق انزفت وهذا اليوم انفضح كمان من وقت فلسطين انه اليوم انت ممنوع تجي تقول انه انا مع فلسطين امريكا هلا صوت قرار انه انت ضد الصهيونيه يعني انت ضد انت سمتك يعني معادله الساميه انه انا بديش اروح على المحلات انا هذا المكان اللي بدي اعيش فيه وبدي عبالي يعني حلمي بس انه يمكن ما يتحقق اعمل عائله هون اليوم الحكي اللي عم تقوليه مش بس المجتمع بيرفضه الدين كله بيرفضه جميع الاديان ومين قال انه انا بامن بالاديان وال... انا ما بامن انا بحترم كل الاديان انا ما بامن بالاديان انا بامن انه شو بتامن الانسان ملك نفسه